السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية بومرداس في منطقة قرصو لنقف على مدى تقدم الأشغال بمحطة لتحلية مياه البحر اللي تقع في منطقة قرصو واللي تبلغ السعة ديالها 300,000 متر مكعب يوميا، واللي تنضاف كما نعرف إلى سلسلة المحطات تحلية المياه البحر اللي وقع على طول الساحل الجزائري، واللي سوف تدخل في إطار محاربة نتاع ما يسمى بالستريس هيدريك أو ما يسمى بال يعني محاربة الشح تاع المياه وعدم الاتكال دائما بمياه الأمطار. إذن هذا هو المشروع. نخليكم تتابعوا بقية الفيديو والسلام عليكم.